بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن الأمر قد خلص إلى نفسي وهي أعز الأنفس علي وأهمها إلي، وقد علمت ربي وعلمك أفضل من علمي، إنك تعلم مني ما لا أعلم من نفسي. لك محياي ومماتي ودنياي وآخرتي، إليك مرجعي ومنقلبي، لا أملك إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني، ولا أنفق إلا ما رزقتني بنورك يهتديت وبفضلك استغنيت وبنعمتك أصبحت وأمسيت، ملكتني بقدرتك وقدرت علي بسلطانك تقضي فيما أردت، لا يحول أحد دون قضائك، أوفرتني نعما وأوقرت نفسي ذنوبا، كثرت خطاياي وعظم جرمي واكتنفتني شهواتي، فقد ضاق بها ذرعي وعجز عنها يا عملي وضعف عنها يا شكري، وقد كدت أن أقنط من رحمتك إلهي وأن ألقي إلى التهلكة بيدي الذي أيأس منه عذري وذكري من ذنوبي وما أسرفت به على نفسي، ولكن رحمتك ربي التي تنهضني وتقويني، ولولا هي لم أرفع رأسي ولم أقم صلبي من ثقل ذنوبي، فإني إليك أرجو إلهي
أنت أرجأ عندي من عمل الذي أتخوفه وأشفق منه على نفسي. إلهي وكيف لا أشفق من ذنوبي وقد خفت أن تكون أوبقتني وقد أحاطت بي وأهلكتني وأنا أذكر من تضييع أمانتي وما تكلفت به على نفسي ما لم تحمله الجبال قبلي ولا السماوات والأرضون وهي أقوى مني وحملتها بعلمك بها وقلتي عملي ولو كان لي عمل ينفعني لم تقر في الدنيا عيني ولصارت حلاوتها مرارة عندي ولفررت هاربا من ذنوبي لا بيت يأويني ولا ظل يكنني مع الوحوش مقعدي ومقيلي ولو فعلت ذلك لكان يحق لي أن أتخوف على نفسي الموت يطلبني حثيثا دائبا يقص أثري موكل بي كأنه لا يريد أحدا غيري ليس بناظري ساعة إذا جاء أجلي كأني أراني صريعا بين يدي وكأني بالموت ليس أحد من الموت يمنعني ولا يدفع كربه عني ولا أستطيع امتناعا يؤخرني وبكأس الموت يسقيني ولا منعة عندي أقلب بكرب الموت طرفي جزعا فيا لك من مصرع ما أفضعه عندي مغلوبة بكرب نفسي تختلج لها أعضائي وأوصالي وكل عرق ساكن مني فكأني بملك الموت يستل روحي مستلم لها بل على كراهة مني كذا رسل ربي يقبضون في الحر روحي فعندها ينقطع من الدنيا أثري
وأغلق باب توبتي ورفعت كتبي وطويت صحيفتي وعفى ذكري ورفع عملي وأدخلت في هول آخرتي وصرت جسدا بين أهلي يصرخون ويبكون حولي قد استوحشوا مني وأحبوا فرقتي وعجلوا إلي كفني وحملوني إلى حفرتي فألقيت فيها لجنبي وسويت الأرض علي من فوقي وسلموا علي وودعوني وأقمت في منتهى من كان قبلي من جيراني لا يؤانسوني ولا أزورهم ولا يزوروني وفي عسكر الموت خلفوني فيه مضجعي ومنامي وحش قفر مكاني قد ذهب الأهلون عني وأيقنوا بالتفرقة مني لا يرجوني آخر الدهر ليس أحد منهم يؤنسني في وحشتي ولا يحمل ذنبا من ذنوبي وكل قد ذهل عني وتركوني وحيدا في قبري أنا صاحب نفسي لا يراني أحد من الناس ما يفعل بي فإن تك ربي راضيا عني فطوبى ثم طوبى لي وإن تكن الأخرى فيا حسرتي ويا ندامتي على ما فرطت في جنب ربي وكيف أذكر هذا الأمر ثم لا تدمع له عيني ولا يفزع لذكره قلبي ولا ترعد له فرائصي ولا أحمل على ثقله نفسي ولا أقصر على هواي وشهواتي مغرور في دار غرور
قد خفت ألا يكون هذا الصدق مني فأشكو إليك يا ربي قسوة قلبي وتقصيري وإبطائي وقلة شكر ربي. ربي جعلت لي جوارحا لاستيهام النعم منك، يحق لي لك الشكر على جوارحي وأعضائي وأوصالي، بالذي يحق لك عليها من العبادة، بخشوع نفسي وبصري وجميع أركاني، فيهن عصيتك ربي، ولم يكن ذلك جزاءك ولا شكرك مني. وقد خفت أن أكون قد أوبقت نفسي واستهلكتها بجرمي، فاستوجبت العقوبة منك، ليس دونك أحد يأوي ولا يطيق ملجئي، ولا من عقوبتك ينجيني، ولا يغفر ذنبا من ذنوبي، وكل قد شغل بنفسه عني، بارستك بسوءتي وباشرت الخطايا وأنت تراني، في سري منها وعلانيتي، وأظهرت لك ما أخفيت من الناس، فاستترت من ذنوبي ولا يروني فيعيبوني استحياء منهم، ولم أستحي إلهي قد أنست إلى نفسي وقذفتني في المهالك شهواتي وتعاطت ما تعاطت وطاوعتها فيما مضى من عمري، ولا أجدها تطيعني أدعوها إلى رشدها فتأبى أن تطيعني، وأشكو إليك ربي ما أشكو لتصرخني وتستنقذني برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.